السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما آنسني أخ التوحيد وثبتني وشرح صدري في الأيام الماضية معان مستفادة بذكاء من حديث الغلام. وما أدراك ما حديث الغلام؟ وحتى لا أتأخر عليكم أكثر، وددت أن أشارك هذا ولنستمع سويا، ففي هذا الحديث بوصلة لجهاد الموحدين حيثما كانوا، فلنزدد وعيا أخ التوحيد. بسم الله. الغلام الذي ورد قصته في صحيح مسلم، الذي كان يرسله الملك ليتعلم عند ساحر، فمر على رجل مؤمن وتعلم عنده وآمن بالله، ثم اكتشف الأمر وأتي بالرجل الذي تعلم عنده وقتل وأريد قتله، فكان الله ينجيه في كل مرة، حتى قال هو لمن يريد قتله: خذ سهما من كنانتي واصلبني على جذع، ثم صوب نحوي واجمع الناس وقل باسم رب الغلام، ليس باسم الملك، باسم رب الغلام الله عز وجل، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. وكان ذلك فعلا، قتل الغلام. لكن ما الذي حصل؟ الناس كلهم آمنوا برب الغلام، آمنوا بالله عز وجل وكفروا بدين الملك. فماذا فعل الملك؟ خد لهم الأخاديد وصار يحرقهم على أن يتركوا الدين، ولكنهم تعلموا من هذا الغلام أن يقدموا الإيمان على الروح، أن يقدموا الإيمان على النفس، درس عملي تعلموه أمامهم ثم طبقوه طرا عن بكرة أبيه. الآن من المنتصر؟ في المقاييس الدنيوية الغلام مقتول، والقاتل هذا حي ثم قتل الناس الآخرين، من المنتصر؟ لماذا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة؟ في الواقع أن المنتصر هو الغلام. لماذا؟ لأنه القتل والقتال والمغالبة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المراد منها نصرة العقيدة. وفي الواقع الغلام استطاع أن ينصر عقيدته بما لم يستطيعه الطرف الآخر، حتى أنه أوصل الناس إلى درجة أنهم لو يهددون بالقتل وبالسيف ويوضعون في النار لن يتراجعوا عن العقيدة. هذه هي الفكرة الأصلية التي ينبغي أن نستحضرها اليوم. كثير من المسلمين تأثروا بالنزعة المادية تأثرا شديدا، فهزموا قبل أن تبدأ المعركة، فصار مجرد وجود هزيمة مادية ولو وقتية لأهل الإسلام تسخطه وتشككه وتجعله يجزع، مع أن لله عز وجل في كل شيء حكمة، ومع أن المعارك لا تحسم الآن، أنت ما دامت عقيدتك في صدرك أنت لم تهزم، لأن هذا هو المراد. هو يريد أن يسيطر عليك مبدئيا ثم بعد ذلك يسعى لتغيير عقيدتك. لهذا النصارى لما أخذوا الأندلس ما قالوا خلاص نحن سيطرنا على الأرض وانتهى الأمر، نصبوا محاكم التفتيش حتى يستخرجوا الإسلام من القلوب. نحن الذين جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ألم تأتوا لنشر العدل وكذا؟ أعدلوا العدل التوحيد. طيب أليس يبقى النصارى واليهود وتأخذ منهم الجزية؟ ومن قال لك أن دعوتهم تتوقف؟ المشرك والكافر لا، في كثير من الأحيان إنما يكفر بسبب مجموعة من الاعتبارات الاجتماعية أو النفسية، من الحرص على الأبناء أو الأسرة أو يوضع تحت حكم إسلامي حتى تضعف كل هذه النوازع رحمة به، وحتى ينقاد للدين مطمئنا. هذا من باب الرحمة، وإلا هو ملام من البداية، لكن هذه رحمة بالعباد. لهذا الأمر لا يحسن بمعركة أو معركتين أو ثلاثة، ولا بفناء العصر حتى. فمثلا خذ مثالا القرامطة، كم قتلوا من علماء المسلمين، كم فعلوا ثم ماذا؟ ذهبت دولتهم ولم يعودوا يذكرون إلا باللعن. الحجاج بن يوسف قتل سعيد بن جبير، من أبقى في الناس؟ من علمه أبقى؟ من الاتفاق عليه أكبر؟ من علومه باقية وأجره باق ممتد؟ في كثير من الأحيان نحن ننسى أمر الآخرة ويصير شأننا شأن الدنيويين، مع أننا وترجون من الله ما لا يرجون، ما لا يرجو، وهذا هو المطلوب. فالإنسان المؤمن على كل حال منتصر ما دام إيمانه في صدره. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ فالمؤمن منتصر على كل حال ما دامت عقيدته في صدره، ويرجو من الله ما لا يرجوه أولئك. لهذا حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله لا يعتبر هزيمة عظمى. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن مت فهم الخالدون. هذا الموت سيأتي سواء قتلوك أو مت من نفسك، لكن المهم ما الأثر المترك؟ هل استمررت على العقيدة السليمة وكان قتلك فيه حياة للآخرين؟ هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ في تثبيت الآخرين، في تصبير الآخرين. كم من حي هو في حياته فتنة للناس يقتلهم عقائديا، وكم من ميت يموت أو إنسان يسجن ولكنه عدوه أصلا يقدم له هذا القتل أو السجن ليكون ذلك أدعى لانتشار ما معه من النور. لما حاصر الخوارج عثمان بن عفان بدأوا يريدون محاصرته، قال له عبد الله بن عمر، لما هو بدأ يفكر أن يترك الأمر قال له عبد الله بن عمر: إن لم يقتلوك تموت، فاتق الله ولا تنزع قميصا قمصك الله إياه.
بداية الهزيمة لما صار مقياس النص والهزيمة عندنا مقياسا ماديا محضا، ونسينا أمر العقيدة وأمر الآخرة، ونسينا أن الأمور لا تحسن فيما نرى اليوم. فقد يرى الناس فيما يرون أن الطرف الفلاني انتصر والطرف الفلاني هزم، ثم يكون انتصار هذا الطرف ما هو إلا استدراج ليهلك بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك يأتي نصر الله العظيم ويفنى أولئك ويبقى الآخر. والمؤمن منتصر على كل حال لو فنوا جميعا. أسماء بنت أبي بكر لما قتل ابنه عبد الله بن الزبير جاء ابن عمر يعزيها، فتعزت بماذا؟ قالت تذكرت النحية بن زكريا النبي الكريم قتل وأهدي رأسه إلى بغي، يعني هو قتل بأمر بغي أصلا، والبغايا في الغالب يعادين النبوة، إذ أن الحياء والإيمان قرينان، فإن رفع أحدهما رفع الآخر، هذا في الغالب، لأن الأنبياء يأتون ضد الشهوات وهؤلاء يأتون مع الشهوات. قوم صالح الذي حرض على عقر الناقة بغي، يحيى بن زكريا عادته بغي، موسى اتهمته بغي، وهكذا. فتسلت بهذا، يحيى بن زكريا قتل وهدي رأسه إلى بغي، الله عز وجل انتقم من بني إسرائيل لاحق، ولكن يحيى بن زكريا بقي يحيى بن زكريا وبقي نوره بين الناس، وهذا المهم. هذا جسد يذهب، لكن المهم النور هذا يبقى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فتنة الفتنة الشرك، ولأن المشركين كانوا يفتنون الناس عن دينه، يفتنونه، والفتنة ليس فقط بالتعذيب، بل قد يكون في الترغيب، قد يكون فيما يحصل اليوم في دول أوروبا بأن يحيطك بالشهوات من كل جانب. فإذا كان المسلمون كانوا يضحون بأنفسهم لكي لا تكون فتنة، إذن الدين هو الأساس، التدين هو الأساس، هو مقاتل لهؤلاء إذا لم يتأثر بفتنته، ويسعى أن لا يتأثر الآخرون بفتنته ولو بذل في ذلك نفسه، لأن المقصود ليست هذه الأجساد، إنما المقصود القلوب، المقصود العقائد، المقصود الاستقامة التي بناء عليها سيحاسبنا الله عز وجل يوم القيامة. وإلا هذه الأجساد فانية، فانية، ستهلك عاجلا أم آجلا ستهلك، ولكن أن تهلك على خير وهدى ونور وتثقيل ميزان خير من أن تبقى وهي مفتونة فاتنة. وهذا ما ينبغي أن يصل إلينا من قصة الغلام. قل باسم رب الغلام، لا مشكلة أموت، ولكن يؤمن كل هؤلاء ولا تستطيع أن تردهم بعد أن أموت، وهذا هو المطلوب. وتبقى نقطة، بعض الناس لأجل التمكين، بل كثير من الناس لأجل التمكين يضحي بالعقيدة أو ببعض أسسها أو ببعض مقتضياتها من ولاء وبراء، ومن غضة وشدة على مخالف ظهر عناده وظهرت مخالفته الشديدة، أو ظهرت غفلته أو تغافله واحتاج إلى تنبيه جاد، يضحي لأجل ما يظنه تمكينا، وفي الواقع لا تمكين بلا عقيدة، إذ أن التمكين إنما جعل لتثبيت العقيدة. أنت بمنزلة إنسان وجد شخصا مريضا يئن لألم ألم به فسقاه سما ليريحه من الألم ومن الحياة معا، هذا هو. حين تميت العقيدة لأجل التمكين المزعوم المتخيل، فأنت كمن يتجرع السم لأجل أن يرتاح من الألم، ولكنك ساعة إذن ستكون قد فارقت الحياة، وقع لك ما هو أبشع من الألم ألا وهو الموت. فذهاب العقيدة أبشع من الذل، ذهاب العقيدة أبشع من تسلط الأعداء. انظر إلى القوم، عدوهم تسلط عليهم وأراد أن يقتلهم وقتلهم وفعل بهم وهم على خير وهم ثابتون، وكانت أبشع ما سيقع لهم أن يرتدوا عند الفتنة، ولكن بلا أخاديد وبلا شيء. كثير من الناس تنازل ودون أن توضع سيوف على الأعناق، تنازل ودون أن يتحقق رائحة الإكراه، أن عند الإكراه يجوز أن تتكلم بكلمة الكفر على أن لا تعود لها بعد أن يذهب مقتضى الإكراه. وهذا هو الإشكال الكبير الذي نحتاج أن نعيد طريقتنا في التفكير مبدئيا. متى تنتصر الأمة؟ حدد ما هو النصر، ولماذا النصر، وما هي الأمة، وعلى ماذا تجتمع، ولماذا هي هنا. بعد ذلك تكلم عن نصر وتمكين، أما والمعنى غير محرر فليس ثمة إلا العويل والكربلائيات وعدم التحرير والتنازع والتثبيط لكل صالح مصلح والخضوع لكل فاسد مفسد. والله المستعان.